سعد المجرد نشر بيان وضح فيه أن أغنية غلطانة ليس لها أي معنى سياسي، فهي أغنية عاطفية فقط، وشكر كل من شجعوا وشاهد الفيديو كليب لتجاوز 11 مليون فيو في أقل من أسبوع. ورغم عنادها المعروف، قررت غادة عبد الرازق أنها تغير اللوك الأخير لسبب ردود أفعال سلبية عند الجمهور، فنشرت صورة بالشعر الأسود وكتبت: وأخيرا رجعت زي ما كنت، حمد لله على سلامتي. جميلة البدوي كانت ضيفة فايز السعيد مع عبد الفتاح الجريني وأحمد برهان وهشام الملا وغيرهم في احتفال صغير بعيد ميلاد راشد السعيد. نشر عيد المنهالي مقطع من دويتو جديد مع ديانا حداد وهي أغنية حكاية حب.